مع اقترابنا من شهر مايو كل سنة بيكتر القلق والتوتر في أغلب البيوت المصرية، وده طبعا بسبب دخولنا لموسم الامتحانات واللي بيسبب في شدة الأعصاب وكتير من الضغوطات النفسية على الأهالي قبل الطلاب. والحقيقة إنه حالة القلق وشدة الأعصاب دي ما بقتش مقتصرة بس زي زمان على المراحل الدراسية المهمة زي الثانوية العامة مثلا، ولكن بقينا نشوف حالة طوارئ في كل بيت مصري تقريبا في أي امتحانات. ولأن فعلا الامتحانات بقت فترة صعبة جدا، وخصوصا على الأمهات، واللي أكيد قلقهم ده بيتنقل لأولادهم اللي هم أصلا قلقانين، هيكون دلوقتي معانا الأستاذة إيمان عباس، أخصائي نفسي ومدرب تربية إيجابية، عشان نعرف منها إزاي نتعامل مع الضغوط دي. أستاذة إيمان أهلا بيكي. أهلا بيكي يا أستاذة ريام. في البداية عايزين نعرف من حضرتك إزاي الأهالي يقدروا يسيطروا على قلقهم عشان ما ينعكس على الأولاد. يعني بصي، طبعا القلق والخوف دي زي ما انت قلتي من اكتر الحاجات اللي بتتنقل لولادنا، حتى لو احنا مش واخدين بالنا ولا حتى لو بينا ان احنا يعني مش قلقانين، بس هو بيتنقل غصب عنهم. المشاعر بتتنقل بين الاشخاص وبعض من غير ما يبذلوا اي مجهود. مظبوط. فمهم ان كل ام تبقى حاطه في بالها ده، ان هي حتى لو فاكره انها يعني مش بتقول له حاجه، او مش يعني مش بتضغط عليه، او هي متوتره بس مش بتبين، لا انا يعني للاسف الحقيقه بتقول والعلم بيقول ان المشاعر بتتنقل يعني من غير ما نبذل اي مجهود. يعني في خلايا في المخ اسمها خلايا مرئيه بتنقل المشاعر بين الاشخاص وبعض من غير ما يتكلموا. فكده كده التوتر والقلق لما يبقى عندي هيتنقل لابني وانا مش واخده بالي. فالفكره دي محتاجة تبقى في بال كل أم. الحاجة الثانية اللي ممكن تساعدها إن القلق يقل، إن يعني تفكر إيه اللي أنا قلقانة منه. يعني إحنا ساعات بيبقى في بالنا حاجات مش واقعية ولا حقيقية. أنا في بالي لو سقط، لو في بالي لو عمل وحش، في بالي هيجرى إيه، المدرسة تعمل فيه إيه، هيحل هيجيب كام. بيبقى في بالنا أفكار كتير 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 قوي، وبجد يعني 90% من الأفكار دي مش حقيقية، هي في بالنا بس. فأنا محتاجة أفكر اللي أنا بفكر فيه ده اللي في بالي، هل هو في حاجة أقدر عليها، حاجة أقدر أسيطر عليها، ولا حاجة ما أقدرش. يعني مثلا أنه يحل وحش في الامتحان، ده بإيدي أن أنا أخليه يحل حلو، ده مش بإيدي. فدايما الأمور بتقع في حاجتين، حاجات أقدر عليها وحاجات تحت سيطرتي، وحاجات مش بإيدي ومش تحت سيطرتي. بس يا دكتور أنا برضو عايزة أقول لحضرتك حاجة في الحتة دي. يعني فضل. إحنا طبعا مفهوم أن مفيش حاجة نقدر نعملها كأمهات وقت الامتحان، بس هو الواحد بيبقى برضو بيفكر اللي هو ما هو لو عمل وحش في الامتحان يعني هيجيب درجات وحشة، ولو جاب درجات وحشة ما هو ده هيدخله جامعة أو كلية هو ما نفسوش فيها، ولو هو ما دخلش الكلية الفلانية هيبقى هو متضايق ومكتئب، ومش هو ده المصير اللي احنا كنا عايزينه مثلا لابني أو لبنتي. فهو برضو بيكون صعب على أي أم. أنا بتكلم مكاني ده دلوقتي كأني أم. أيوة عندك حق، بس اللي انت بتقوليه ده في حاجة اسمها التربية بالخوف وفي حاجة اسمها التربية بالإيمان. أوكي. أنا التربية بالخوف دي لما يكون متجمع جوه دماغي أفكار كتير، إن لو 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 فأفضل في السيناريو ده، ويقعد يكبر معايا ووصل للكلية كمان إن هو ما جابش مجموع ودخل كلية مش حلوة. فإيه اللي بيحصل؟ أنا بقى الأفكار دي بتولد عندي تصرفات فيها انفعال، فيها هجوم، فيها حماية زايدة، فيها عدم حكمة، فيها تسرع، فيها توتر في العلاقة، فيها أوامر طول الوقت ومحاضرات طول الوقت. فالنتيجة تبقى إيه؟ عليا وعليهم طبعا، مش هيسمع كلامي، هيبعد عني أكتر، هيتمرد عني أكتر، عليا أكتر. لو مش قادر يطلع اللي أنا بعمله فيا هيطلعه في ناس تانية. صح. شخصيته بتضعف، بيفقد اي مهاره او اي ثقه بنفسه ان هو يقدر يعمل حاجه. فانا اللي انا خايفه منه هيحصل بسبب الافكار اللي في بالي. اوكي. اللي احنا بنبقى خايفين منه هو اللي هيحصل فعلا. فعشان كده محتاجين نتنقل لحاجه اسمها التربيه بالايمان والثقه. مظبوط. ان انا اقعد افكر ايه اللي بايدي اعمله. انا دلوقتي مش بايدي هو يحل وحش ولا لا، التوفيق اصلا بتاع ربنا كده كده. طب ايه اللي بايدي نعمله؟ ان انا اساعده ينظم وقته،
ان انا اساعده ان جو البيت يبقى كويس، ان انا اساعده ان يبقى فيه تهيئه لمساعدته ان هو ينجز اكتر، ان لو في مجال ان انا مثلا ظروفي تسمح ان انا اودي واجيب بدل مثلا ما يروح بمواصلات لوحده ويرجع، ماشي اودي واجيب. يعني ايه اللي بامكانيات، ايه اللي اقدر انا كأم اعمله عشان اساعده. لكن التوتر والقلق والخوف والسيناريوهات اللي في دماغي بتعطل، وبجد ما بتجيبش اي نتيجة غير ان انا بيحصل اللي انا كل خايفة منه. لكن لما بتنقل الناحية التانية وبفكر اللي انا في ايدي دلوقتي اعمله، انا النتائج مش بايدي اعمل فيها حاجة، حله نفسه مش بايدي اعمل حاجة، على فكرة حتى مذاكرته وتدخيل المعلومة جوه دماغه ده بره ايدي، لكن ايه اللي بايدي اعمله وانا ابقى واعيه وان الفكره دي تبقى حاضره في بالي وجوه دماغي كبيره. انا ايه اللي بايدي اعمله؟ بايدي اعمله ان انا مش هشغل التلفزيون، ان انا هساعده ان ما يقعدش على التليفون كتير، هساعده ان انا انظم له وقته لو محتاج مني مساعده ان انا انظم له جدول، ده اللي بايدي اعمله. فلما الاقي ان انا بعمل اللي بايدي اعمله واقول خلاص انا بعمل والنتيجه على ربنا، زي الفلاحه بالظبط اللي بيزرع في الارض، انا الفلاح بيحط الحاجات اللي الارض محتاجاها والنتيجه بتاعت ربنا، الزرع شكله يطلع ازاي ده بايد ربنا، ده مش بايدينا. ونعم بالله. دكتور لو لاحظت ان ابني او بنتي ما بيحبوش ماده معينه او هم مش شاطرين فيها وبيجيبوا درجات مش كويسه فيها، اعمل ايه عشان اشجعه من غير ما احسسه بضغوطات ان هو يتحسن في الماده دي؟ يعني علوم الدماغ بتقول ان المواد اللي هي يعني احنا صعب شايفين ولادنا يعني قاعدين بيعانوا منها شويه، ان انا اقعدهم نقعد نذاكر الماده دي من 20 ل 25 دقيقه ماكسيمم. مهما كان السن ايه؟ بصي يعني كلها الراوند، يعني انا لو مثلا هتكلم مثلا في اولى ابتدائي لو واحد عنده 7 سنين لا هو انا هيقعد ربع ساعه بس، مش هقدر اكتر من ربع ساعه. ثانيه ابتدائي، ثالثه ابتدائي، ربع كده، يعني السن لحد مثلا 10 سنين 11 سنه من ربع لتلت ساعه، ممكن بعد كده من تلت ساعه ل 25 دقيقه بالكثير. ليه؟ لان المخ بيبدا يحس بالزهق لما بيقعد اكتر من كده على نفس الماده. وياخد بريك 10 دقائق ويرجع لها تاني يا دكتور ولا خلاص؟ ويرجع لها تاني. قد ايه مده تاني؟ بالظبط الفصله دي بتخلي المخ تاني يستعيد نشاطه ويبقى مستعد ان هو يستقبل الماده اللي هو مستعصيه عليه. وبنعمل بقى طرق للمذاكره، يعني ممكن مثلا يكتب اللي هو مش يعني بيستراجل فيه او اللي هو بيعاني فيه شويه، بيعاني منه، ممكن يسجل فويس نوت ويرجع يسمعها، ممكن ان هو يقولها لمامته، ممكن يقولها لاخوه، ممكن يقولها وهو بيتمشى، ممكن يقولها وهو يعني رايح جاي للمطبخ وراجع. فكل لما غيرت طرق المذاكرة كل لما كانت ثبتان المعلومة أكتر وأعلى. يعني هو هيذاكر المادة 25 دقيقة بعدين ياخد 10 دقائق أجازة بريك، ياخد 10 دقائق بريك بعدين هيرجع تاني، هيرجع برضو 25 دقيقة تاني؟ أيوة من 20 ل 25 دقيقة. أوكي. بس هي الفكرة إن إحنا بنغير من شكل المذاكرة. يعني أنا كتبت اللي أنا دلوقتي عمالة أذاكره، يبقى المرة الجاية هسجله على الموبايل، والمرة اللي بعد كده أروح سامعاه، وبعد كده المرة الجاية هقراه، وبعد كده المرة اللي بعدها هشوف فيديو ليه. فأنا كل لما بغير من شكل المذاكرة مخي بيستوعب ده اكتر وبيثبت المعلومه اكتر وبيتثبت عليها. طيب ده في حاله لو هو ازاي يذاكر الماده دي لكن او هو مش شاطر في الماده دي. طيب لو هو ما بيحبش الماده دي احببه فيها ازاي؟ بصي فكره ان انا احببه في الماده انا دي حاجه زي ما بقول دايما دي خارجه عن سيطرتي، يعني مش فكره ان هو يحبها دي انا ممكن ما اعرفش اخليه يحبها، بس انا ممكن اساعده بالطرق دي ان هو تبقى اسهل عليه في المذاكره. وابقى متعاطفه مع فكره ان هو ما بيحبهاش، في ناس مثلا ما بتحبش الماث مثلا رياضه، انا هقول له انا فاهمه انك انت ممكن تكون مش بتحبها، وبتخلينا هنقعد 20 دقيقه هنحل، خلينا نقعد 20 دقيقه هتتفرج على فيديوهات، خلينا نقعد 20 دقيقه انت منهم 10 هتقول فويس نوت القواعد وبعد كده تقعد تسمع القواعد، فانا هسهل عليه. هي الطرق دي بتسهل على الواحد
المعلومه انها تدخل، فانا مش ضروري احبها. يعني احنا نفسنا ككبار مش ضروري نكون بنحب كل المواد طبعاً اللي اخذناها. بس يا دكتور ساعات بيقولوا ان المدرس مثلا بيحبب الطالب في الماده، يعني ناس كتير مننا مثلا حبوا ماده معينه بسبب طبعاً المدرس اللي بيدرسها طبعاً. فبحس طبعاً ان دي حاجه ممكن تتعمل، ان انت تحببي الطفل او التلميذ في الماده. في الحاله دي لو انا اخذت دور المدرس وقعدت انا اشرح كلمه كلمه وفتفوته فتفوته في الدرس، فانا هقعد بقى بطرق مختلفه اقعد اوصل المعلومه. خلي بالك برضو المدرس طبعا دوره مهم جدا طبعاً جدا جدا، لان هو فعلا اللي عليه العامل الاساسي اذا كان الولد يحب الماده ولا لا. فانا ام، انا مش مدرس على فكره في الاخر، انا ام، فانا لازم ابقى فاكره دوري. هو المدرس ليه دور والام ليها دور طبعا. فانا لو انا قررت ان انا اخد دور المدرس وافضل بقى يعني استخدم طرق علشان يحب الماده، لو انا عندي القدرات والمهارات دي حلو جدا طبعا، بس لو انا ام عاديه ما عنديش المهارات دي صح، ما عنديش مهارات المدرس. هل صح ان الطالب يفضل يذاكر لحد اخر لحظه قبل الامتحان ولا لازم يفصل شويه؟ لا، بيحتاج يفصل شويه عشان الذاكره تبدا تشتغل وتعرف تجيب المعلومه. فانا خلاص ذاكرت، ممكن بقى حاجه قلقان منها شويه اذاكرها قبل النوم على طول وانام وخلاص، والصبح بقى ادخل الذاكره بتشتغل كويس بعد عدد ساعات نوم معينه. فلما انام اراجع وانام كويس بصحى قدرتي على استرجاع المعلومات من الذاكره بتبقى اعلى بكتير. طب نراجع قبل دخول الامتحان على طول ولا لا يا استاذه منال؟ ملهاش قاعده ثابته بصراحه، في ولاد بترتاح انها عينيها تشوف الحاجه قبل ما تدخل، وفي ولاد المراجعه بتوترها وبتخليها تنسى، فدي ملهاش قاعده ثابته، دي حسب الشخص نفسه اللي بيريحه. في ممكن يكون حد جرب انه يراجع فمرتاح للطريقه دي، وفي حد تاني جرب انه ما يرجعش وهو مرتاح دي، بس هو المهم جدا ان انا اراجع قبل ما انام وانام كويس طبعا. هو اللي بيخلي الذاكره تشتغل كويس النوم الكويس. هو ده المهم. إيمان عباس اخصائي نفسي ومدرب تربيه ايجابيه، بشكرك جدا على المداخله. بشكرك قوي قوي، شكرا.